حيت عارفه هذيك برضه مش كيشوفوها بزاف د الناس، كنت باغا ولو واخا الا ما كانوش يجاو كنت نقول للناس دعيو مع بابا وماما راهو مع كلشي في حياتي ولا ما حق. ملي شفتهم قدامي في ديك الساعه ما عرفتش جني باش تخرجت لي من فمي و هاد فكرة عمرها ما جاتنيش بالي اصلا. انا كنت نتقبلها بيني وبين راسي عادي، حيت فهمتي شحال من مره هي كتقول خصني نشكر وخصني بحق، كتشوف بلي ممكن الناس يهزوها بلي راه هي بغات تربح تعاطف الجمهور، وان الناس يبقاو ساندينها في البرايمات ويقولوا هي مسكينه هذه صافي بقات هكذاك. يعني كنا ما كناش غنهضروا عليها نهائيا، والنهار اللي جابوا الوالدين ديالنا البرايم راه ما كان حتى شي واحد فينا عارف في الفينال، حيت حنا صافي حنا قلنا صافي ما نزيدوش نجبدوا هذا الموضوع ما نهضروش عليه. كنت كنقولوا بعض المرات عبد الرحمن شني رايك اني انا نقول يعني ملي كيجيو يعملوا معنا كوتيديان شني رايك اني نقولها باش الناس يدعيو معاهم بلا ما نشوف بابا ما كاينين. كيقول لي لا خليها ساكته بلا ما نكتب بلا ما يقولوا الناس كتكتب تعاطف. عرفتي علاش؟ خفت عندك الناس يقولوا هذا يدير موسيقى باش يتشهر، هذه دارت باش تعاطف الناس، الناس يبقاو يهضروا علينا بشي حاجه ماشي. قلنا علاش حنا دارين مسابقه؟ اللي غلب غادي يربح خلينا في مسابقات، ولكن نهار اللي جاو الوالدين ديالها راه والله ما كان شي واحد فينا عارف، خلونا هكذاك. الوالدين دخلوا حتى كتبر ماما دخلت في البلاطو ما درت عليهم عمرهم باقي طويل. شكرا صفاء وشكرا للبرنامج لالا العروسه اللي فتح لنا الفرصه تتلاقينا بهذا الجهد الخير كامل. وكنقول فاطمة كوثر وعبد الرحمن الله يرضي عليهم الله يرضي عليهم الله يوفقهم في الحياه ديالهم الله يقوي رزقهم بقوة صلاته على رسول الله يا رسول الله الدخله في الخرجه. شنو بغيتي تسمع؟ الحمد لله رب العالمين مشاركين معنا تاهما الله يوفقهم في الحياه ديالهم كاملين والله يخلي لهم الوالدين ديالهم والله يفرحهم باللي فنيتهم اللي فنيه ديالهم شي حاجه حسنه الله يوصلوا فيها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.